الحمد لله طبعا على كل شيء. ماتش طبعا الاهلي والزمالك دايما ماتش صعب في كل الرياضات. احنا يعني الحمد لله تعبنا قوي الفتره اللي فاتت، وكنا معسكرين ومتمرنين جامد ومركزين، وكابتن اشرف وكابتن اسلام وكابتن احمد الجرحي وكل الجهاز، يعني مش عايز انسى حد، تعبوا معانا. والحمد لله اتعلمنا من اخطائنا اللي كنا بنعملها في اول السيزون، وبانت الحمد لله في ماتش النهارده. في اخر الماتش مش فاكر كان تقريبا مشعل، او كان تقريبا مشعل دخل عليا ومندفع، فما عرفتش اروح احطها فين، رحت حطيتها ما بين رجله خدتها من الناحيه الثانيه، لقيت اللعيبه بتنادي الزمالك جايه بتجري عليا تضربني، وبعدين حصل مشدات بعديها. طبعا طموحي يعني ان احنا نشارك على نشارك يعني ننافس على 3 بطولات. طبعا النادي الاهلي والجماهير ما بتنتظرش اي حاجه منه غير ال3 بطولات، فان شاء الله ننافس على 3 بطولات. عندنا فريق محترم وجهاز فني اكتر من محترم، والاداره مساعدانا وموفره لنا كل حاجه، فيعني الهدف ان احنا ننافس على 3 بطولات ان شاء الله.